السلام عليكم أعزائي المتابعين، معكم يا The Geek from the Middle East. وفي هالفيديو عندي لكم شيء مختلف كليا. And now for something completely different. مرحبا بكم شباب في قناة For Geek Size Only. قبل لا نبدأ لا تنسى تشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك وتفعل جرس التنبيه. تكلمت في السابق عن لعبة Clockwork Aquaria وقلت لكم انها اكثر لعبة متحمس العبها في سنة 2021، والحين اخيرا نزلت اللعبة ولعبتها، والحين بعطيكم رأي في اللعبة. واذا ما شفتوا الفيديو السابق اللي تكلمت فيه عن قصة اللعبة هاي اللي هي قصة تطوير اللعبة، باختصار تطوير لعبة Clockwork Aquaria بدأ في التسعينات، ولكن بعدين قرروا ان يأجلون اللعبة، وبعدين فايلات اللعبة ضاعت وتمت ضايعة حق اكثر من 25 سنة. بعدين شركة NN لما حصلوا الفايلات اللعبة فخذوا حقوق الطابع حق اللعبة من سيجا، واستعانوا بالمطورين الأصليين للعبة من التسعينات علشان يكملون اللعبة. والحين بعد 30 سنة بنقدر نلعب اللعبة اللي كانت مفروض تصدر للأركيد، لكن الحين متوفر على PlayStation 4 والنينتندو سويتش. بكل معنى الكلمة هاي اللعبة كنز من الماضي. هاللعبة ما كانت بس لعبة ملغية، لا، كانت لعبة ضايعة تماما وما يعرفون وين الفايلات الأصلية للعبة كانت. ومن البداية خلا أقول اللعبة الجرافيكس فيها بيكسل بيرفكت، يعني لو شفت هاي اللعبة في الأركيد في التسعينات كانت بتجذبني من الجرافيكس مالها. ونفس ما ذكرت في الفيديو السابق هاي اللعبة كانت بتكون أحسن جرافيكس على النظام اللي كانت بتشتغل عليه اللي هو نظام السيجا سيستم 18، يعني نفس ما يقولون it was gonna push the hardware limits of the Sega System 18. شكل اللعبة وايد يذكرني بلعبة بونكس على الأركيد، ستايل الجرافيكس صاير وايد كيوت ماب. انزين اللعبة واسلوب اللعب بشكل سريع وبسيط. في اللعبة عندك 3 شخصيات بتلعب معاهم، هاكلاندو، أليمون وقاش. كل صراحة ما كان في وايد فرق بين الشخصيات، ما عدا لما ينطون شوي كان مختلف. أليمون تنط كأنها برنسس بيتش من سوبر ماريو 2، ولكن ما تسوي جلايد. وقاش نطتها مختلفة شوي بزاوية شي، ولكن بشكل عام الشخصيات ما كان في فرق بينهم. طريقة اللعب واسلوب اللعب، كل شخصية تقدر تنط او تضرب، والاعداء لما تنط او تضربهم او حتى تضربهم براسك اذا يكونون فوقك وانت تكون تحتهم بيصيرون ستان. فاذا تضربهم مرة ثانية بيموتون، او تقدر تحملهم وتحذفهم، تحذفهم على الاعداء الثانيين او على البالونات اللي موجودة في الليفلات. ولما تضرب اكثر من عدو وبالونة في ضربة واحدة بتحصل نقاط اكثر. ولما تضرب الاعداء والبالونات في احتمال تحصل احد هالاشياء، اولا الجم الجوهرة اللي اذا تجمع عدد معين منهم بتحصل 1 up، او بتحصل غرشة الهيلث. لما تلعب عندك ضربتين، بالضربة الثالثة بتموت، فلما تحصل غرشة الهيلث والهيلث مالك كامل تقدر تشيل غرشة الهيلث وتحذفها بعد عشان تضرب الاعداء والبولونات. او بتحصل النجمة اللي بتعطيك باور اب، نفس النجمة في سوبر ماريو تقريبا، بتكون انفنسبل وبتشوت نجوم، تقدر تشيل البوس وتحذفه. ولما تلعب 2 player تقدر تحذف اللاعب الثاني، او تقدر تحذف الجوهرة الخاصة باللاعب الثاني، لان كل شخصية الجوهرة مالته بتكون لونها مختلف. فهي المكانك الرئيسي في اللعبة انك تحذف كل شيء، حتى البوس تقدر تحذفه. وبالنسبة للبوس كل ليفل بيكون فيه بوس، وهو نفس البوس اللي هو دكتور هانغويا، ولكن كل ليفل بيكون في آلة جديدة او مختلفة. ذكرني بدكتور أجمان المعروف عندنا بدكتور عيلم. بالنسبة للليفلات للأسف اللعبة وايد قصيرة وبس فيها 5 ليفلات، ولكن لا تنسون ان هاي اللعبة أركيد من بداية التسعينات، فما كانت مصممة من الأساس انها تكون لعبة طويلة، ولكنها كانت لعبة مصممة انها تكون لعبة تبلع الفلوس. ولكن على هالموضوع اللعبة ما كانت وايد صعبة. وبالنسبة لل5 ليفلات اعتقد هاي مو الليفلات الكاملة، ولكن هاي الليفلات اللي قدروا ينقذونها من السورس كود، او الليفلات اللي كانت مكتملة من السورس كود. لان لما تدش في الأركيد منيو او السيرفس منيو في اللعبة بتقدر تدخل على السيرفس منيو، في منيو الديب سويتشز مكتوب ان في 8 ليفلات،
فهي احتمال معناته ان من البداية اللعبة كان مفروض يكون فيها 8 ليفلات، ولكن في وقت اللي قرروا انهم يلغون اللعبة ويوقفون تطويرها كانوا يمكن بس مكملين 5 ليفلات، ولهالسبب احنا بس عندنا 5 ليفلات، لان ان لما كانوا ينقذون اللعبة ما كانوا مقررين انهم يضيفون اي شيء للعبة، بس بيستخدمون وبينقذون المحتوى الموجود من الفايلات. وإذا تلعب 2 بلاير بيكون اللي هو البونس ليفل موجود اللي هو عبارة عن ميني جيم حلو وخفيف. وبالنسبة لما تلعب 2 بلاير، 2 بلاير عبارة عن سكور اتاك، بتلعبون نفس الليفلات، ولكن لما تلعبون في فرندلي فاير تقدرون تسوون ستان اللاعب الثاني وتقدرون تحذفون اللاعب الثاني. قلت لكم مكانك اللعب بس حذف. الشيء الوحيد اللي ما عجبني في اللعبة هو لما تلعب ضد البوسز وايد سهل انك تسوي سبام البوس، يعني حتى لما ما تفكر انك تسوي سبام البوس اوتوماتيكلي تلاقي نفسك قاعد تسوي سبام البوس وتغلبه بكل سهولة. في البداية تقدر تلعب اللعبة ايزي نورمال او هارد، والفرق بينهم هو بس في الكريدت. في الايزي بيكون عندك 9 كريدت، في النورمال 5 كريدت، وفي الهارد 3 كريدت. وهاي كانت فكرة حلوة انهم يقسمون اللعبة بهالطريقة، من بدل ما يسوون منيو كامل جديد حق اللعبة لو حافظوا على المنيو الاساسي سووا لنا هاي الترتيب الحلو. وبعد ما تخلص اللعبة مرة بتطلع اركيد مود اللي بتقدر تلعب اللعبة عادي فري بلاي، تقدر تضيف كريدت متى ما تبي. وفي المنيو الرئيسي بعد عندك اوبشن تلعب البونس ليفلز مباشرة، وفي فيديو اوبشنز وسي ار تي اوبشنز حق الناس اللي يحبون هالاشياء، تقدر تسوي اللعبة فول سكرين وغيره. انزين شو رايي في اللعبة بعد ما لعبتها؟ اهم شيء اللي لازم ناخذه من اللعبة هو انه ما نقدر نقيم اللعبة ونقارنها بمعايير اليوم، لان اللعبة out of its time، مو في الحقبة اللي كانت مصممة لها ولا حتى على المنصة اللي كانت مصممة لها اللي هي منصة الاركيد، اللي اليوم العاب الاركيد جدا مختلفة، فلسفة الاركيد بشكل عام والالعاب جدا مختلفة عن بداية التسعينات. فلازم ننظر ونقيم اللعبة بعيون من التسعينات، ولكن حتى انا ما بقيم اللعبة لان العبرة مو في اللعبة واسلوب اللعب، لأن اللعبة مو لعبة تربل اي ولا لعبة بتكون يعني جيم اوف ذا يير، ما بتفوز بجائزة احسن لعبة للسنة، ولكن المطورين اللي انقذوا اللعبة بعد ضياعها هم اللي يستاهلون ان نكافئهم على جهودهم، على المجهود اللي بذلوه مع هاي اللعبة، مو لانهم طوروا اللعبة، لا، لانهم انقذوا اللعبة بكل معنى الكلمة. لأن يمكن فاتتنا الفرصة أن نلعب هاي اللعبة في التسعينات في الأركيد، ولكن الحين بفضل مجهودهم اللعبة بتتم معانا للأبد، وجهد ووقت المطورين الأصليين من التسعينات ما راح على الفاضي. والحين بما أنهم قدروا ينقذون هاي اللعبة تقدرون تتخيلون شقال ألعاب ملغية أو ضايعة أخرى عندنا الحين أمل أنه في احتمال أنه في أحد يقدر ينقذهم. فشكرا لكل اللي اشتغلوا على هاي اللعبة وساعدوا في إنقاذها. مشكورين على المشاهدة شباب، لا تفوتون الفرصة انكم تجربون هاي اللعبة على الاقل، لان نفس ما قلت كنز من الماضي. والحين بس قاعد اتخيل يعني هل بيكون في كيو وطابور على اللعبة في الاركيدات؟ ما اتوقع انه كان بيكون في طابور، لان نفس ما ذكرت في الفيديو السابق ان السبب اللي خلاهم يأجلون اللعبة ان في بداية التسعينات العاب الفايتنج هي اللي كانت مسيطرة في الاركيد. ولكني للحين قاعد اتخيل لو كان في كابينة حق هاي اللعبة شلون كان بيكون شكل الكابينة؟ هل بتصطف تنتظر دورك علشان تلعب اللعبة؟ حط ايموجي فلوس في التعليقات اذا كنت من الناس اللي بينتظرون دورهم علشان يلعبون هاي اللعبة. نفسي. ولا تنسوا تشتركون بالقناة اذا ما كنتم مشتركين وتفعلون جرس التنبيه. شكرا ومع السلامة.